الصورة دي صورة لأخين. الأخين دولت في واحد منهم قضى حوالي 5 سنين من عمره بيصارع المرض النفسي، بيلف على المستشفيات النفسية أكتر من مستشفى نفسية. تفتكروا مين ممكن من الأخين دولت يبدو عليه من شكله كده إن هو ده؟ هو الحقيقة هو الولد الصغير، هو اللي مر بالتجربة دي، وهو مر بيها بحكم عمله كطبيب أمراض نفسية. الولد ده يبقى أنا. أنا قررت إن أنا أتخصص طب نفسي من وأنا في الكلية، يعني كان بيستهويني قوي مجال الطب النفسي، وكنت فاكره زي ما بشوفه في الأفلام، الواحد بيجي ويجي له حد ويقول له مدد ويلا احكي لي وأنا هساعدك وأعمل لك حاجات كتيرة جدا. طول فترة الكلية ديت كان ليه أنشطة كتير جدا بعملها، بسافر وبلف وبحضر حاجات وبقدم حاجات كتير. وفي آخر الفترة دي كان في أوتوغراف كده بيتمضي لي فيه، دي كانت من أكتر الجمل اللي كانت فيه بتشدني، وكان صاحبها مش ماضي اسمه فمعرفتش هو مين، وأنا ما ألقت لهاش بالا قوي. هو كان مهتم يوصل لي أني قد ما هو كان شايفني اجتماعي جدا، قد ما أنا كنت بالنسبة له من أكتر الناس الغامضة اللي هو قابلها. بعد خمس سنين فاتوا، لما قررت أبتدي أشتغل في مجال الطب النفسي، وأول ما رحت المستشفى لقيت ان في بيعلنوا عن ورشه عن العلاج الجمعي، ودي كانت بالنسبه لي حاجه انا مش عارف عنها اي حاجه، ولكن قشطه ورشه، ما انا حضرت ورش كتير قبل كده، هنروح ونقعد ناخد محاضرات وهنمي نفسي علميا بقى وهاخد حاجات علشان تساعدني في شغلي واعمل مش عارف ايه. لكن الحقيقه انا فوجئت ان الموضوع مش كده خالص. اللي حصل ان لقيت ناس قاعدين في دايره، وكان بيقود الورشه والمجموعه العلاجيه دي دكتور رفعت محفوظ، دكتور احمد ضبيع، دكتور محمد طه، والناس كل اللي بيعملوه بيتكلموا جملة بسيطة جدا، أنا محتاج، اللي يقول أنا محتاج أقبل نفسي، اللي يقول أنا محتاج أقبل ضعفي، اللي يقول أنا محتاج أقبل خوفي، اللي يقول أنا محتاج أقبل أبويا، اللي أنا محتاج أقبل اللي حصل لي، أنا محتاج أقبل فشلي. وبالرغم من أن الجملة تبدو بسيطة جدا، إلا أن وقعها على نفسي كان صعب خالص. فأنا قعدت تقريبا 2.5 يومين، الورشة كانت 4 أيام، أول 2.5 يومين أنا بالضبط كنت قاعد، رجلي عمالة تتهز مني، تتهز كده بطريقة باينة خالص، وضربات قلبي سريعة ونفسي وعرقان، وأنا مش فاهم إيه اللي بيحصل ده. بعد كده ابتدوا يقولوا لي إيه، طب تعالى نجرب، طب تعالى نقول، طب جرب كده أقول أنا محتاج، أقول لهم لا أنا مش محتاج، طب بس جرب تقول أنا محتاج، أقول لهم لا أنا مش محتاج، طب يا عم بس، طب قول انطقها بس، أقول لهم طب ما أنا مش عاوز. ودي كانت من الحاجات الفارقة قوي في حياتي، لما ابتديت أنطق وأحس كلمة أنا محتاج. من خلال شغلي في الطب النفسي لقيت أن من أهم الاحتياجات النفسية الاحتياج للعلاقة. عم صلاح كان أحد المرضى اللي شفتهم في المستشفى، وعم صلاح كان بيعاني من مرض الفصام أو السكيزوفرينيا. عم صلاح كان بيسمع أصوات هلاوس، الأصوات دي ممكن تشتمه، ممكن تقول له يأذي نفسه، ممكن تأمره يعمل حاجات، صوت طول الوقت ممكن يبقى بيقول له يا فاشل يا قذر يا مش عارف ايه. عم صلاح كان عنده ضلالات ان في ناس بتراقبه، وان في ناس مضطهده، وان في ناس ما بتحبوش. وفي يوم وانا بتكلم مع عم صلاح فقال لي جمله انا ما بنساهاش، بقول له يا عم صلاح ما تجرب كده تسيب الاصوات دي شويه، سيبهم يعني، سيبهم وخليك معانا احنا شويه. قال لي يا دكتور من الاخر كده، لو انا سبت الاصوات دي انا هموت. والجمله دي هزتني جدا، قد ايه عم صلاح احتياجه ان يبقى فيه علاقه حقيقيه في حياته ما كانش مشبع، وقد ايه هو استغنى عن الاحتياج دوت بالاصوات اللي ممكن تاذيه وممكن تشتمه وممكن تعمل فيه حاجات كتيره جدا، وقد ايه دوت ممكن يحصل في حياتنا احنا. ده عم صلاح كان عنده مرض الفصام فطلعت في هيئه اصوات، ولكن احنا ممكن تطلع في شكل علاقات مؤذيه كتير. عم صلاح ما كانش مصدق انه يستاهل يتحب، يستاهل قبول، يستاهل يحترم، ما كانش كان بيدور على دوت في علاقة حقيقية، كان بيدور على ده انه يبقى من غير شروط. لكن عم صلاح ما لقاش دوت، وكتير مننا ما بيلاقوش دوت. مهم جدا اني لما ادخل علاقة مع الاخر ابقى مصدق اني انا استاهل ده، لان كل احتياج للاخذ مقابله احتياج للعطاء. يعني الاخر ما بيحبنيش صدقة منه ولا شفقة منه، لا ده بيحبني عشان هو عنده احتياج انه يحب، وأنا عندي احتياج إني أتحب. تتقابل الاحتياجات دي مع بعضها ويطلع منها علاقة حقيقية من غير أدوار، من غير ما أبقى ماشي أحب في كل الناس ولا ماشي أهدي كل الناس
ولا ماشي أنقذ كل الناس. لما الحب بيرتبط بحاجة بيفنى بفناء الحاجة. يعني أنا لو أحب حد عشان دمه خفيف، طب ولما يبقى دمه مش خفيف المفروض أن أنا أكرهه؟ لو بحبه عشان بيعمل لي حاجة أو بهتم بيه عشان بيعمل لي حاجة، طب لما يبطل يعمل الحاجة دي هل أنا كده خلاص هسيبه؟ لقيت أني علشان أنا أصدق أني أستاهل وأصدق أني أستاهل الحب والاهتمام دوت، مهم أن أنا أربطه بحاجة لا تفنى، بحاجة تبقى موجودة طول الوقت. الوحيد الذي لا يفنى هو الله. طب إزاي أربط أن أنا أتحب وأن أنا أستاهل بربنا؟ إزاي أربط ده أن ربنا بيحبني أو أن ربنا قابلني أو أن ربنا مكرمني؟ لقيت أن ربنا لما خلق الملائكة خلقها خير تام، خير مطلق وتقوى مطلقة ونور تام. ولما خلق سيدنا آدم اللي احنا كلنا من نسله وكلنا بني آدم، خلقه خير مقترن بشر وفجور مقترن بتقوى، وربنا كان عارف انه هيعصى. لكن اللي حصل ان بعد ما ربنا خلق هذا المخلوق، ربنا امر الخير المطلق انه يسجد للخير المقترن بشر. طب ما ده قبول لا نهائي، طب ما ده قبول لا مشروط، طب ما ده قبول لحد يوم القيامة لينا كلنا. يبقى لما حد بيقبلني ده مش صدقة منه، ده عشان أنا مصدق إن أنا مقبول استناداً إن ربنا قابلني وإن ربنا مكرمني. فلا يفنى تصديقي الحبي ولا لنفسي، ولا يفنى تصديقي لإني أستحق ده. أنا طول الوقت محتاج أكون موجود في علاقاتي. أنا في يوم من الأيام حلمت حلم إني راكب في قطر واسع جداً درجة أولى مكيف زي الفل، وقاعد براحتي وفي مسافات بيني وبين الناس، وشوية بشوية الأحداث عمالة تتغير، القطر الكرسي عمال يضيق والتكييف عمال يتشال والناس عمالة تيجي عليا لدرجة خلاص هفطس، يعني مش قادر أخد نفسي. ولما أعلنت الحلم دوت في ورشة علاج جامعي أخرى واشتغلنا عليه، شفت إن قد إيه أنا كنت كتير جدا بأذي نفسي في علاقاتي، إن أنا مش حاطط لنفسي حدود، مش حامي نفسي في علاقاتي. قشطة، عاوزني أبقى أبوك أبقى أبوك، عايزني أخوك أخوك، عايزني صاحبك صاحبك، عايزني دكتور يلا بينا، عايز شوف عايز إيه، شوف أنت عايز إيه وأنا معاك دايس معاك في أي حاجة. وقد إيه ده كان مؤذي جدا ليا. لما صدقت ان وجودي مهم ان انا محتاج احافظ عليه، ده فرق كتير في حياتي. مهم جدا ان انا اشوف انا محتاج ولا عاوز. الاحتياجات هي حاجه ثابته فينا كلنا، كلنا ممكن نبقى جعانين دلوقتي محتاجين ناكل، فكلنا محتاجين الاكل. لكن في اللي هيبقى عاوز بيتزا، في اللي هيبقى عاوز فول وطعميه، في اللي هيبقى عاوز يستنى ويروح ياكل في بيتهم. فكلنا اتفقنا في الاحتياج، لكن في العوزان كلنا اختلفنا. كذلك في الاحتياجات النفسيه، فانا ممكن ابقى محتاج جدا ان انا اتشاف، ان انا يهتم بيا، ان انا اتقبل زي ما انا، لكن طريقه تعبيري عندها تبقى ازاي. هل هروح اعبر واقول انا محتاج يا فلان انك تهتم بيا، ولا هقول لا الاهتمام ما بيطلبش على فكره. على فكره اصلا لو مهتم انت هتعرف، وبعدين انا كرامتي وكبريائي لا يسمحوا لي ان انا اطلب حاجه زي دي، ودي حاجه بديهيه يعني. فقد ايه ده ممكن يبقى فيه انكار للاحتياج، وقد ايه ده ممكن يطلع في 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 صوره حاجه بس تضحكنا او كده، وممكن يتحول في وقت من الاوقات انه يبقى بشكل مرضي، اني استدعي التعب من جوايا علشان الاخرين يشوفوني ويهتموا بيا. خلاص انا اتربيت ان هم بيهتموا بيا لما حرارتي بتعلى ويودوني للدكتور، خلاص هكبر برضو ومارس نفس دوت، وتبقى عندي اعراض واتعب بجد ويلفوا بيا على الدكاتره. هو هنا الشخص ده ما بيمثلش، هو مش بيمثل انه تعبان، هو فعلا تعبان، بس تعبان من جوعه للاحتياج، احتياج انه يتشاف، احتياج انه يتقبل بلا شروط وبلا مقابل. لما بيصدق ده بيفرق كتير جدا. من اهم الحاجات اللي اتعلمتها وعرفتها ان كل سلوك احنا بنشوفه من بره السلوك سيء، يعني الولد اللي بيزعق ولا اللي بيعيط، مش بس السلوك ده، ده ورا الزعيق دوت ممكن يبقى احتياج غير مشبع للشوفان. البنت اللي ممكن ضحكتها تسمع بلاد ويقول لك دي بتضحك الضحكه مش عارف تسمع ايه، ممكن قد ايه يبقى اللي ورا ده احتياج شديد جدا شوفوني. الولد الصغير اللي بيروح بلبسه لابوه ولا لامه ويقول له شوف يا بابا لبس حلو ازاي، شوف يا ماما فستاني جميل ازاي، قد ايه هو عايز يقول له شوفني، شوف ان انا حلو، سمعني ان انا جميل. وقد ايه ان ده ممكن يتحول لسلوكيات سيئة أو يبقى ظاهرها سيء لو إحنا ما شفناش الاحتياج ده. ده بينقلنا لحاجة مهمة جدا، وهو الاحتياج للانتماء. الانتماء معناه أني أنمو وأكبر في بيئة داعمة تسمح لي بده. الانتماء انتماء لأسرة، انتماء لعلاقة،
انتماء لموقف، انتماء لفكرة، انتماء لمهنة، انتماء لبلد. أحيان كتير يجي لنا ناس، يجي لي ناس مثلاً يشتكوا من ولده، إحنا ما بنشوفوش، ما نعرفش عنه، ده بيجي ضيف، ده بتدخل تقعد في أوضتها، ده طول النهار على الموبايل، ده طول النهار مش عارف بيعمل إيه. قد إيه الفرد ده من جواه بيبقى عنده احتياج شديد جداً للانتماء، وقد إيه ده طالع في شكل غير مرضي وغير فعال في علاقته باللي حواليه، زي ما يكون من جواه بيقول لهم أنتم لا تدعموني، أنا محتاج حريتي، أنا هوريكم، أنا لا أنتمي لهذا البيت، أنا لا أنتمي لهذه الأسرة، وأنا مش عايز منكم حاجة، وفي أول فرصة هتيجي أنا همشي. ده بيحصل كتير لما احتياج الأطفال في سن صغيرة يتنافى أو يتضاد أو يتضارب مع احتياج عوزنات الآباء. الطفل محتاج يلعب بس مامته عايزة هدومه نظيفة، محتاج ينجح بس أهله عاوزينه يطلع دكتور أو يطلع مهندس أو يجيب درجات أعلى من ابن خالة مش عارف مين اللي جاب في الإيه في البتاع التاني. الطفل ممكن يبقى محتاج يأكل احتياج طبيعي، لكن أهله عاوزينه يخلص طبقه ويخلصه بسرعة علشان نلحق نغسل المواعين، ومش بس كده، يخلصوا الآخر رزاية وإلا ربنا هيحاسبك وهيعاقبك، والرزاية دي هتطلع تجري وراك يوم القيامة وهتقرصك مش عارف منين. قد إيه ده ممكن يوصل رسائل مغلوطة جداً عن علاقة الطفل ده لما يكبر بنفسه وبالآخرين وبربنا. أما انتمي لمهنتي، لمهنة الطب، هسعى أن أنا أطورها واسعى أن أنا أكبر فيها واسعى أن أقدم فيها حاجة مختلفة، على عكس لو أنا ما انتمتش فممكن أحولها لتجارة تامة. كتير جداً بنواجه دوت لما نروح نخلص ورق ولا حاجة، نلاقي حد قاعد بقاله مثلاً ممكن فوق الكام وعشرين سنة كل دوره انه بيستلم ورق ويعبيه في دوسيهات ويحطه. قد ايه الشخص ده جواه احتياج شديد جدا للانتماء، والاحتياج ده غير مشبع في مهنته، فيعمل ايه؟ لهو انت جاي علشان تخلص ورق وتسعى في حاجه وتعملها، لا يا حبيبي، روح هاتلي مش عارف مين منين، وهاتلي ابصر ايه منين، ايه يعني لما تتعطل لك يومين ثلاثه اسبوعين ايه اللي هيحصل؟ ما انا قاعد في مكاني بقالي 20 سنه. الاحتياج لوطن. بعد 25 يناير الناس نزلت تنظف الشوارع، الناس نزلت تصوت في الانتخابات، قد ايه احتياج الانتماء جواهم اشبع وحسوا انه يقدروا دلوقتي ينمو ويكبروا في هذا الوطن. لكن دلوقتي اللي بيحصل اي حد يجي يتكلم في حاجه، بس يا خاين اخرس يا عميل، اللي بقول لك لو مش عاجبك سيبها، يلا شوف لك بلد تانية روحها. هي الفكره هنا، انا هبص على الظاهر اللي انا شايفه سيء، ولا هبص على الاحتياج اللي ورا ده اللي هو الاحتياج للانتماء لهذا الوطن. لو انا تعبان وعندي الزايدة دلوقتي، انا مش هسمح لاي حد يمسك مشرط ويفتح لي بطني، حتى لو الحد دوت صاحبي، حتى لو الحد ده اخويا، حتى لو الحد دوت متخرج يعني في كلية طب بس لا يمارس الطب، حتى لو الحد ده يمارس الطب بس ما هوش دكتور جراحة، حتى لو أعظم دكتور جراحة في الدنيا بس جاي يفتح لي بطني مثلاً في أوضة الصالون مش في أوضة عمليات. ليه أنا مش هسمح بده؟ لأن جسمي ده ليه حرمة ما أمنش أي حد عليه. كذلك نفوسنا، نفوسنا ليها حرمتها، مش أي حد يشتغل فيها، مش أي حد يمسك مشرط ويشرط في نفوس الناس وياخد كورس ولا يعمل حاجة فيروح يبقى المعالج الفلاني اللي ماشي يهدي الناس ويعالج وهو بالفعل بيشرط وبيقطع في نفوس الناس. اللي أنا عاوز أقوله النهاردة إن الاحتياجات النفسية هي حاجة أساسية وفطرية مولودين بيها، عندنا كلنا، محتاجين نقبلها، محتاجين نقبل إنها موجودة، ومحتاجين نعلن دوت طول الوقت. بس يا ترى هنبص على السلوك الظاهر اللي احنا شايفينه من بره سيء، ولا هنبص على الاحتياج الغير مشبع اللي وراء السلوك ده على مختلف العلاقات وعلى مختلف الأحداث وعلى مختلف المواقف؟ التعامل مع الاحتياجات عملية صعبة جدا، معقدة، محتاجة مجهود، محتاجة علاج، محتاجة صبر تستمر طول العمر، لأن عكس الحياة مش الموت، عكس إن أنا أبقى حي مش إني ميت، عكس إن أنا أبقى حي إن أبقى مجرد عايش بعيش وبتنفس وخلاص، لكن مانيش نضر، مانيش حي من جوايا. مهم جدا اننا
نبص على الاحتياج ونقول من جوانا ونعبر ونشوف كل واحد أنا محتاج إيه. شكراً جزيلاً.